مرحبا أصدقائي في حصة جديدة من حصص الاقتداء. بمن يقتدي المسلم؟ أحسنتم، برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسوله للناس لكي يقتدوا به ويهتدوا بهديه ويطيعوا أمره. يقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا طاعة الرسول واجبة على كل مسلم. اليوم سنتعرف على جانب من الجوانب التي يجب على الإنسان المسلم أن يقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي كدحه صلى الله عليه وسلم، كدحه وعمله وجده وكده واجتهاده. إذن لاحظوا معي هذه الصورة، هنا رجل يصلي ويعبد الله لكنه يمكث في مسجده وفي بيته ولا يخرج لعمل، ورجل هنا فلاح يعبد الله ويصلي وبعد ذلك بعد أن يقضي صلاته يذهب إلى حقله ليعمل فيه. ترى من الأفضل عند الله في نظركم؟ أحسنتم، الرجل الثاني الفلاح الذي يعمل. لماذا؟ لأن الرجل الأول له فضل واحد وهو فضل العبادة، له فضل العبادة. أما الرجل الثاني الفلاح فله فضلان: فضل العبادة وفضل العمل. أحسنتم، بارك الله فيكم. الآن تصوروا معي يا أبنائي مدينة من دون عمال، مدينة من دون منظف ينظفها. إذن كيف ستصير هذه المدينة؟ ستصير مزبلة، لن يستطيع أحد أن يعيش فيها. تصوروا الآن مدينة من دون معلم. أحسنتم، سيكون الناس جهالاً، لن يتعلم أحد شيئاً وسيكون الناس جهالاً وستصير صعبة العيش فيها. ثم أيضاً تصوروا مدينة من دون مهندس مثلاً. نعم أحسنتم، لا يمكن أن نعيش فيها لأن المهندس هو الذي يخطط ويضع تصاميم للمدينة وللمنازل وللشوارع، فإذا لم يكن هذا المهندس سيكثر البناء العشوائي وستصير هذه المدينة غير قابلة للعيش. وتصوروا معي قرية من دون فلاح، قرية من دون فلاح، لن نجد ما نأكل وما نقتات به، لأن الفلاح هو الذي يوفر لنا الخضر والفواكه التي نحتاجها لنقوي أجسامنا ونقوي مناعتنا. إذن كل المهن وكل الوظائف مفيدة للإنسانية وللإنسان، ولا يمكن لأحد أن يستغني عن وظيفة من الوظائف وعن العمل. ولذلك لنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتبع كلام الله سبحانه وتعالى لنرى ماذا قال. قال سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وقل اعملوا، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يطلب منا أن نعمل، أن يأمرنا بالعمل، لأن الإنسان المسلم عليه أن يعمل عمل الخير، العمل الصالح، ليراه في الدنيا، ليرى نتيجته في الدنيا ويراه أيضا في الآخرة. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن العمل واجب على المسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، إذا أفضل طعام يأكله الإنسان هو ماذا؟ هو الطعام الذي يأكله من عمله، من كده، من اجتهاده، من عرق جبينه، لا أن يسرقه أو يأخذه ظلما وعدوانا من أحد، أو أن ينتظر أن يتصدق عليه أحد بمال يأكل. لا،
بل هو يقوم ما دام صحيحا قادرا على أن يعمل وعلى أن يكد، فعليه أن يقوم وينطلق للعمل ويبحث عن رزق الله سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. ودرسنا اليوم حول الرعي. إذن ما من نبي إلا ورعى الغنم. والرعي من المهن الشريفة، كل مهنة حلال فهي مهنة شريفة، ليس هناك مهنة عليا ومهنة دنيا، لا، كل المهن متساوية لأنها كلها مهمة. فبدون الرعي لن نجد أغناما نأكل لحومها، ولن نجد صوفا نصنع به ملابسنا وثيابنا، ولن نجد جلودا نصنع به أحذيتنا، ولن نجد ألبانا نشربها، وهكذا. إذن الرعي من المهن الشريفة ما دامت حلالا طيبة. نعم. إذن ما بعث الله نبيا إلا رعى غنما. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أيضا رعى الغنم. فبعدما مات جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب، وكان لا يزال صغيرا وكان يتيما كما تعلمون. نعم. إذن فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجلس مكتوف الأيدي ينتظر أن يأتيه طعام من عمه، لا، بل انطلق، أخذ المبادرة وانطلق وذهب ليرعى الغنم، ليرعى الغنم مقابل عند ناس، مقابل أجر يكفل له ويمكنه من المساهمة هو أيضا في توفير القوت اليومي والطعام اليومي والغذاء الضروري له ولعائلته التي كان يعيش معها. إذن ما الذي يمكن أن نقتبسه ونستخلصه من هذا الدرس؟ أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أتبعه وأقتدي به في عائلة الآن، أنت تلميذ، أنت تدرس. إذن ما الذي المطلوب منك؟ أن تجتهد في دراستك، أنت لازلت صغيرا لا تقدر على العمل. إذن تقول: ماذا، أنا لا أستطيع أن أعمل، لا أستطيع أن أكسب رزقا. لا، أنت تحضر لذلك. يمكنك أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال اجتهادك وكدك وعمل ومواظبتك على دراستك. إذن وأجتهد في دراستي لأعمل في المستقبل عملا حلالا يفيدني ويفيد الناس جميعا ويفيد الناس جميعا، لأن الإنسان لا يجب أن يكون أنانيا يفكر فيما يفيده هو فقط، بل عليه أن يكون عالميا. إذن كن عالميا، لا تكن أنانيا، لا تفكر فقط في نفسك وفيما يفيدك أنت فقط، ولكن فكر فيما يفيد الناس جميعا، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم وإلى اللقاء.